أهلا بكم إلى أبرز الأخبار في دقيقة. أستانة 7 تنطلق اليوم لبحث الملف السوري والمعتقلون على رأس أولويات المعارضة. الأمين العام للحلف الأطلسي يعتبر سلوك كوريا الشمالية تهديدا عالميا، مؤكدا أنه يؤيد فرض عقوبات مشددة عليها. وبعد سنوات من احتلال داعش، أطفال الرقة يعودون إلى مدارسهم. والخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى العراق بعد توقف دام 27 عاما. أما الإمارات فتتابع صدارتها العالمية في قطاع السعادة. برشلونة تحت وصاية مدريد، ومؤيدون لوحدة البلاد يتظاهرون.